المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي، الدرس 14 قياس الزمن واحد، الأهداف تعرف وحدات الزمن الاعتيادية والعلاقات بينها، ثم القيام بعمليات حسابية على هذه الوحدات. هذا كله في الصفحتين 45 و46. إذا قبل ما نبدأ في التمارين غادي نتكلم على نتعرفوا على وحدات الزمن. إذا عندنا الزمن فاش كنتكلموا على الزمن كنتكلموا على اليوم، السنة، الدقيقة، الساعات، الثانية، الأسبوع إلى آخره، الشهر، هذه كلها داخلة في إطار الزمن. إذا كل بالنسبة لمادة الرياضيات كل يعني نوع من هذه الأزمنة عنده واحد الرمز. إذا اليوم شنو رمزه؟ جو. دونك بما أن اليوم هو لوجور، إذا كنرمزوا ليه بالجي. إذا دائما لوجور كنرمزوا ليه بالجي، جي ماجيسكيل. صافي. عندنا السنة، السنة هي هي لاني، دونك لاني. إذا شنو غادي نرمزوا ليها؟ إلا بغينا نرمزوا ليها كيمكن نرمزوا ليها بتيتا، كنرمزوا ليها بالحرف الأول، الحرف الأول ديال كل نفس الشيء، أو لا كيمكن نزيدوا حروف أخرى باش ما تخلط ليناش. دابا مثلا الساعة، الساعة كنرمزوا ليها بأوغ، هي أوغ، إذا نرمزوا ليها بأش. علاش ما درناش حرف آخر؟ لأن ما كيتخلط ليناش مع شي رمز آخر. ولكن الدقيقة لا، إلا درنا ام مع باش تخلط لينا مع المتر، مينوت. دونك عندنا مينوت نديرو ام اي ان، فوالا كناخذو ام اي ان ولا ام ان. صافي. اذا ام اي ان هو الرمز في هذا الكتاب، غادي نمشيو ام اي ان. الثانيه سكوند، سكوند كنديرو ام اس. اذا سكوند هو الاصل ديال الاخر، دونك غادي نرمزو ليها بتيت اس. صافي مزيان. إذن هادو هما الرموز ديال كل زمن من هاد الأزمنة. إذن دابا غادي ننتقلوا وغادي نشوفوا كيفاش العلاقات اللي كاينه بيناتهم. مثلا دابا عندنا دونك نزيدو نفصلوا هاد الشيء هنا. مثلا هنايا عندنا واحد جور يوم شحال فيه من ساعة؟ 24 ساعة. إذن 24، إذن هنا العلاقة بين الساعة واليوم. عندنا السنة، السنة فيها واحد آني، شحال فيها؟ واحد آني فيها 365 يوم، 365 جور. كاين المهم كاين 300 على حسب السنة، واش كبيسة ولا بسيطة. إذن هنا حنا كناخذو غالبا 365. عندنا الساعة شحال فيها من دقيقة؟ إذا واحد ساعة فيها 60 مينيت. عندنا الدقيقة، عندنا واحد مينيت فيها 60 سكوند. صافي. إذا والسكوند عندنا أجزاء من 100، إحنا ما غاديش نديرو أجزاء من 100. إذا هاد الشيء غادي نشوفو دابا في هاد الورقة. غادي نشوفو كيفاش ننتقلو، شنو هي العملية اللي نديرو إلا بغينا نمشيو من اليوم للساعة، وشنو خصنا نديرو إلا بغينا نمشيو من الساعة لليوم. هادي هي العلاقة. دابا إلا بغينا نمشيو من اليوم، دابا واحد يوم مثلا، بغينا شحال فيه من ساعة، شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في 60. لا، غنضربو في 24. صافي. وإلا بغينا نمشيو من الساعة غنديرو العكس، غادي نقسمو 24 على 24. ولكن إلا بقى شي باقي نخليوه ساعة. نعطيو مثال، مثلا عندنا 30 يوم، 30 ساعة، بغينا نعرفو شحال فيها من يوم، غادي نقسموها على غادي نقسموها على 24، غتعطينا واحد. إذا واحد يوم وغتشط لينا 6 ساعات. إذا هكذا كنمشيو في هذا الدرس، هكا غادي نمشيو. عاوتاني عندنا ساعة، واحد ساعة شحال فيها من مينيت؟ كنضربو في 60. دونك هنا كاينه اي. وإلا بغينا نمشيو من كنقسمو على 60. نعطيو مثال، مثلا عندنا 80 مينيت ولا 120 مينيت، بغينا نعرفو شحال فيها من ساعة، غنقسموها على 60، كتعطينا شحال؟ جوج ساعات.
اذا هذا يعني ان والباقي صفر ما بقات حتى مينوت. اذا الا بغينا نمشيو عاوتاني من المينيت للسكوند من المينيت للسكوند كنضربو في 60 لان كل مينيت فيها 60 سكوند. و الا بغينا نمشيو من السكوند للمينيت كنقسمو على 60 على 60 بحال المينيت لو بحال العلاقه بين السكوند والمينيت بحال العلاقه بين المينيت والو. عندنا الا بغينا نمشيو مباشره من المينيت للسكوند غنضربو في جوج ستينات من الاوغ للسكوند غنضربو في 60 الاولى و 60 الثانيه. اذا في النهايه كنلقاو راسنا ضربنا في 3600 و الا بغينا نمشيو من السكوند للساعه كنقسمو على 3600 صافي. اذا هادو هما العلاقات ان هنا واحد ساعه فيها 3600 سكوند يعني ما كتسالى ساعه حتى العقرب السكوند كيضرب 3600 مره طق 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 تيك 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 3600 مره صافي. واه هذه هي الساعه. اذا هنا هذا الشيء غادي نحتاجوه بطبيعه الحال في هذا الدرس وغادي نحاولوا نوظفوه. نبداو بالتمرين الاول. التمرين الاول حول الزمن. اذا التمرين الاول ماذا يقول؟ احتفل ياسين بسنته الحادية عشرة. اذا كمل 11 عام احسب عمره مستعملا الآلة الحاسبة. اذا غنحسبوا دابا هاد ياسين بغينا نعرفوا شحال هو عاش بالايام شحال عاش بالساعات والدقائق والثواني. حنا عارفين شحال عاش بالسنوات 11 سنة ولكن حنا بغينا بالأيام شحال عاش. إذا شنو نديرو؟ نضربو 11 في 365 بغينا إذا شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا 4015 4015 ليوم يوم. إذا 11 سنة بحال اللي دوز فيها 4015 يوم صافي؟ إلا بغيناها بالساعات غادي نضربو 11 في 365 في 24 في 24 صحيح. إذا 365 إلا ضربنا 365 غادي نعرفو شحال من يوم 4 وإلا بغينا نعرفو شحال من ساعة حنا كنضربو في كل يوم في 24 ساعة. إذا غنضربو في 24 غادي هنا هادي عندنا غادي نزيدو عليه غادي نضربوها في 24 غتعطينا 96360 96000 دونك هادي عملية حسابية بالكالكيلاتريس و 360 دونك حنا لقينا شو شحال عاش بالساعات شحال من ساعة دوز ياسين. إلا بغينا نعرفو بالدقائق غادي نضربو 11 في 365 في 24 في 60 تماما. إذا 365 أنا قلت قبيلة 365 دونك 365 في 24 60 60 60 لحقاش كنعرفو كل ساعة فيها 60 مينوت. إذا النتيجة هي 580 لا 5 المليون و 781 ألف و 600. يلا كتب 5 المليون و 781 ألف 781 ألف و 600 دقيقة و 600 دقيقة. إلا بغينا هاد الشيء نعرفوه بسميتو بالثواني دونك غادي نضربو 11 في 24 في 60 ديال 60 ديال السكوند 60 مينيت و 60 السكوند صحيح. اذا غتعطينا دونك دونك بدا من الوحدات دير ثلاثه الاصفار في الوحدات ثلاثه الاصفار في الوحدات البسيطه 896 في الالاف 896 في الالاف و 346 في الملايين 346 في الملايين. اذا هذا هو بالثواني ديال اللي عاشوا ياسين صافي. اذا غادي ننتقلوا للتمرين الثاني. التمرين الثاني هنا غادي نوظفوا شنو؟ هنا غادي نوظفوا حول الى الدقائق والثواني. علاش قالوا لنا الدقائق والثواني؟ حنا راه حنا عندنا الثواني ولا وريني داكشي اللي غيبقى ديال السكوند. صحيح دونك فورسيمون كاين شي حالات غادي تبقى لنا هاد الشيط. دونك هنا في النتيجه غادي تخرج لنا نتائج بالمينيت ونتائج بالسكوند في كل حاله من الحالات. والا خرجت السكوند زيرو غادي نحيدو صافي. اذا كل حاله من هاد الحالات السكوند. اذا حنا غادي نشوفوا شحال عندنا د المينيت يعني شحال عندنا د الستينات ومن بعد اللي بقى كيبقى سكوند. اذا شنو غنديروا هنا؟ 90 فيها وحده فيها ان مينيت ان مينيت وغادي تبقى لينا
أتبقى لينا لا ماشي 60 فين وين معليش يلا ماشي مشكل دونك هنا دونك لا غنقول لك ما عندناش البلونكو ماشي مشكل اذا هنا عندنا 1 مينيت صافي هنايا 10 ها لا ماشي 10 ماشي 10 60 60 60 الى حيدتي 30 دابا 90 الى حيدنا منها 60 سكون 60 سكون شحال تبقى لي 30 ها اذا مينيت ونص 30 30 سكون كتب 30 وي صافي واش واضحه 250 اذا هنا يمكن نستعملوا عمليه حسابيه نقسموا اذا شنو غادي ندير نقسموا 250 غادي نقسموها على 60 على 60 اذا هذه هي الطريقه اللي خصنا نديرو هنا جوج اصفار غادي نحيدوهم وغادي تبقى لنا بحال اللي كنقسموا 25 على 6 25 فيها 4 في 4 4 في 6 4 24 وغادي نقصو 5 1 0 ونزيدو داك جوج اصفار نعم اذا هنا ما يمكنش نحذفوا الاصفار في الزمن وبالتالي هنا تبقى لنا 10 10 الى قسمنا على 60 لا يمكن وحنا ما بغيناش الفاصله صافي هنا ما يمكنش نديروا الفاصله لان اذا شحال بقات لينا 10 ديال السكون وشحال عندنا ديال اذا 4 ديال المينيت 10 السكون هذا المينيت 10 السكون اذا العمليه المواليه شنو عندنا عندنا 400 اذا شنو غادي نديروا نديروا غادي نقسموها على 60 على 60 اذا 400 40 لا يمكن اذا 400 كامله شحال غتعطينا 6 6 صفر 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 36 اذا الفرق صفر 10 ناقص 4 4 صفر اذا شنو 6 ديال المينيت 40 ديال السكوند اذا 6 ديال المينيت و 40 سكوند هي اللي غادي لانها اقل من 60 280 اذا غنديروا ميم شوز دونك 280 غادي نقسموها على 60 اذا نحاولوا دونك 240 اذا 4 4 في 0 0 4 في 6 4 20 الفرق اذا 0 4 0 اذا هكذا 4 ديال المينيت 40 سكوند فوالا اذا غادي ننتقلوا للتمرين 3 تمرين 3 حول الى الساعات والدقائق قبيله الى الدقائق والثواني دابا غادي نحاولوا نحولوا اذا شنو عندنا اذا الساعات والدقائق الساعات والدقائق الساعات والسكوند ما قالولناش السكوند الثواني دونك 3 واه فعلا 3 اذا انا السكوند فعلا هو اذا حتى السكوند غادي نزيدوها ماشي مشكل يلا دونك غادي نبداو دونك 75 30 سكوند غادي تبقى 30 سكوند اذا ما غاديش تغير هنا غتبقى 30 سكوند ما عندنا ما نديرو ليها هنا 75 مينيت شنو نديرو باش نحولو شحال فيها 60 فيها 61 اذا ها اور ساعه شحال غتبقى لنا من 60 من 60 غتبقى اذا غتبقى 15 15 15 ماشي 5 صافي اذا هذه هي ساعه هي 60 مينيت عزلنا 60 مينيت دونك على عزلنا 60 مينيت على 75 فهمت هنا هي العمليه كيفاش درنا ليها هانت عندنا 75 مينيت ياك شنو هي 75 هي 60 مينيت زائد 15 مينيت هادي كتعطينا ساعة وهادي كتبقى 15 مينيت إذا هادي هي النتيجة و 30 سكوند هي اللي بقى هي 30 سكوند إذا غنديرو نفس العملية لتحت عندنا 186 مينيت 15 سكوند إذا 15 سكوند غتبقى 15 سكوند هادي غنشوفو شحال فيها الستينات 3 إذا 60 زائد 60 زائد 60 مينيت هيا نضربو 60 في 3 هي 180 وغتبقى 6 مينيت إذا هنا 60 و 60 و 60 180 و 6 مينيت هادي شحال فيها إذا هادي غتعطينا 3 ديال الساعات و 6 مينيت غادي تبقى و 15 سكوند غادي تبقى صافي هي النتيجة إذا 3 ديال الساعات
وخمسطاش عندنا ان جور يوم وخمسين مينيت خمسين مينيت معنا ما نديرو ليها دونك كتبقى خمسين مينيت والسكوند ما عندناش ان جور خصنا نحولوه لي زور شحال غادي يعطينا في الساعة واحد جور شحال فيه من ساعة 24 اذا 24 هذه ساهلة العام صافي عندنا عاوتاني هنا واحد جور هذه غناخذوها نحس فيها شويه يلا دونك عندنا واحد جور و 12 ساعه و 150 مينيت اذا غنحولوا 150 مينيت شنو نقدروا نقسموها نقسموها على 60ات اذا شحال فيها من ساعات جوج اذا هذه جوج غادي تعطينا جوج ساعات و 30 مينيت هذه 12 ساعة تبقى 12 ساعة واحد جور غتولي 24 ساعة إذا غنجمعوا الساعات بعضياتهم شنو غادي يعطيونا 24 و 12 36 ياك وجوج هي 38 إذا 38 ساعة و 30 مينيت إذا هي النتيجة السكوند ما عندناش إذا 38 ساعة 38 ساعة و 30 مينيت صافي واضح اذا غننتقلوا للتمرين 4 فيه المقارنه ديال الزمن حنا اذا التمرين رقم 4 لاحظ المدد الزمنيه التي استغرقها كل متسابق لقطع مسافه 30 كيلومتر اذا عندنا عادل كامل كريم حمزه كل واحد شحال استغرق ديال الوقت غادي نرتبوا هاد المتسابقين من الاسرع الى الاقل سرعه اذا كيفاش غادي نقارنوا هنايا اول حاجه غادي نشوفوا الساعات على كما كنا في المقارنه ديال الاعداد الكبيره شنو كنشوفوا كنشوفوا اكبر عدد واش الملايير ولا الملايين عاد كنجيوها بالضبط اذا نفس الشيء هنا الا لاحظنا ان كلهم استغرقوا ساعه اذا غادي نتجاوزوا الساعه ونمشيو للمينيت هذا استغرق 12 مينيت هذا 17 مينيت هذا 7 مينيت وهذا 21 كامل شكون اللي اسرع كامل لا ماشي كامل شكون اللي اسرع الاسرع هو الذي استغرق اقل مده ماشي هو اللي استغرق اكبر مده الاسرع هو اللي وصل بكري صافي هو عادي اذا اللي عنده اقل عدد ديال لي مينيت هو اللي غنديروه الاول صافي اما الا درتي هنا هذا درجه مؤخر هذا استغرق مده طويله تعطل اذا شكون عادي ابن عادل ومن بعد منه شكون كريم كريم هو الثاني هو رقم جوج هو وصل الثاني في السباق والثالث هو حمزة والرابع هو كمال حيت هو اللي استغرق بزاف هو اللي استغرق اكبر مده زمان صافي اذا هذا التمرين رقم 4 غادي ننتقلوا للتمرين رقم 5 التمرين رقم 5 يقول تمر حافلات النقل العمومي من المحطة الثانية بالتتابع كل 10 دقائق اكتب ساعات مرور الحافلات على ورقة التوقيت ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال الى الثالثة والنصف بعد الزوال اذا هنايا شنو كيقول التمرين التمرين كيقول ان عندنا المحطه الاولى هذه المحطه الاولى وعندنا المحطه الثانيه هذه المحطه الثانيه كل 10 دقائق كتجي الحافله المحطه الثانيه كتوقف الحافله هنا كل 10 دقائق على راس كل 10 دقائق كتجي الحافله هنايا قالوا لينا حنا بغينا الاوقات اللي غادي توقف فيها الحافله علما ان اخر مره وقفت هي 14 هي جوج ونص اذا معايا شنو الا كنتي واقف مثلا في المحطه مع جوج ونص وكنتي كتنتظر الحافله وانت كتعرف بانها بعد 10 دقائق غادي تبان معايا اش غادي تجي الحافله غتجي مع 14 و 40 مينيت فوالا اذا لان 14 هي الثانية والنصف بعد الزوال غادي نزيدو ليها شحال 10 ديال الدقائق 10 ديال المينيت إذا هنا شحال تعطينا 40 مينيت إذا هذه هذا التوقيت الأول شنو هو التوقيت الثاني دابا غنكتبوهم كاملين دونك
في الاول كانت تما مع 14 شانس، اذا من بعد تولي 14 من بعد 50 و 60 و 60 70 80 لا هنا ماشي 70 عفوا 70 هاد 70 بلاتي. اذا هنا في هاد فاش وصلنا ل 60 شنو غنديروا؟ غتولي هنا 15 وهنا جوج اصفار، من بعد غتولي 15 و 10 من بعد 20 ثم 15 ونص، وهي اللي دايرين اخر توقيت هنا نكتبهم كامل. دونك هنا ما غاديش يقدنا المساحه، دونك نحاولوا نخلقوها. دونك المحطه المواليه هنا شنو هي؟ 14 و40 مينيت. اذا 14 و40 مينيت، من بعد منها 14 و50 مينيت. 14 و50 مينيت، إذا درنا 10 غتولي 14 و60، يعني هي 15 و00. إذا من بعد منها 15 و10 دقائق، ثم 15 و20، ثم غتجي هاذي. صافي، إذا هذا هو الجواب على التمرين، وننتقل للصفحة الموالية، الصفحة 46. دونك الصفحة 46، التمرين رقم 6 يقول: علق صاحب مصبانة البطاقة التالية. العطلة السنوية، إذا هذا صاحب المصبانة كيشد العطلة ديالو في هاد في الفترة هذه سنويا، كل سنة كياخد العطلة ديالو من 21 غشت حتى لتسعود حتى لتسعطاش وتنبير، مع إدخال الغايتين، يعني غندخلو يوم 21 وغندخلو يوم 19، هذا هو معنت مع إدخال الغايتين. إذا نهار 21 تاهو عنده عطلة، هو النهار فاش غادي يعلق هاد البطاقة، ونهار غادي يجي راه ما غادي يدخل المحل ديالو حتى 19، لا يدخل نهار 20، لان نهار 19 غادي يكون عطله عاوتاني. هذا هو معنى ادخال الغايتين. اذا نهار 21 غادي يغادر، غادي نهار 19. دونك هنايا كم عدد ايام العطله السنويه التي تمتع بها عمال هذه المصبانه؟ اذا شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نديرو هانت، غادي نديرو عدد ايام غشت وعدد ايام شو تندير، ونجمعوهم عدد ايام باش ما نغلطوش. غشت فيه 31 هي، لا ماشي عدد الشهر، شحال خدا هو هاد العطله في غشت؟ 21. اذا خدا نهار 21 حتى 31، اذا شحال من يوم؟ 29. اذا هنا شحال خدا؟ 11 يوم، يعني هي 31 ناقص 31 ناقص 21، ولكن مع ادخال الغايتين، اذا غادي تولي عندنا شحال؟ 11 يوم. اذا 11 يوم خدا في غشت، وفي شو تنبير شحال خدا؟ طبيعه الحال 19، لان اليوم ديال 19 حتى هو داخل في العطله، اذا وبالتالي غتجينا هنا 19، اذا غادي نجمعو تعطينا 30. إذن هذه هي العطلة ديال صاحب المصبانة. غادي ننتقلوا للتمرين الموالي. ابتدأت مقابلته في الملاكمة مع التسعود ليلا، هذه التاسعة ليلا. إذا كانت كل جولة تستغرق 3 دقائق، كل جولة ديال مقابلة الملاكمة فيها 3 دقائق، ويفصل بين كل جولتين فاصل مدة دقيقة، ففي أي ساعة تنتهي المقابلة إذا لم تدم إلا 5 جولات؟ إذا هنا باش نفهموا التمرين نمثلوه. إذا غادي نديرو هكا، غادي نفرض هذه هي دابا، هذه 21 أور، تسعود بدات المقابلة، شنو غادي تجي هنايا؟ الجولة الأولى. الجولة الأولى، إذا الجولة الأولى هي هذه، ويفصل بينهما فاصل. الجولة الثانية ثم فاصل، الجولة الثالثة فاصل، ثم فاصل، الرابعة فاصل، والخامسة فاصل. لا الخامسة ما غاديش نحسبو حنا الفاصل. إذا هنا انتهت المقابلة. دابا حنا علاش كنقلبو؟ حنا كنقلبو على الوقت اللي تستغرق فيه المباراة. إذا هنايا هاد الوقت هذا الانطلاق ديال المباراة، وبالجولات نتاعها وبالفواصل نتاعها، وهنا وقتاش انتهت هذا هو الزمن اللي كنقلبوا عليه حنايا، نعرفوا شحال. صافي، اذا شنو غادي نديروا دابا؟ غادي حنا غادي نديروا
غادي نديرو شحال عندنا هنايا في الجوله الاولى؟ عندنا 3 المينيت 3 هنا 1 مينيت هنا 3 المينيت هنا مينيت 3 المينيت 1 مينيت 3 المينيت 1 مينيت 3 المينيت غادي نضربو 3 في 5 زائد 4 ايوا ولا نجمعو كلشي اذا 3 في 5 15 زائد 4 19 يعني استغرقت 19 مينيت و الا زدناها على 21 ساعه تعطينا واحد الساعه ال 21 و 19 مينيت اذا هنا غتنتهي المقابله صافي اذا غادي ننتقلوا للتمرين رقم 8 احسب المده التي استغرقها سباق للدراجات جرى في أربع مراحل. إذا هذا التمثيل هذا كيبين لنا هذا الشيء. إذا المرحلة الأولى هي هذه استغرقت شحال؟ جوج سوايع و 15 مينيت. المرحلة الثانية هي هذه ثم الثالثة ثم الرابعة. السؤال الأول قال لك المرحلة الأولى شحال استغرقت؟ جوج سوايع و 15 مينيت. المرحلة الثانية ثلاثة سوايع و 20 مينيت. وفي الثالثه 4 ديال الاغ نعم وخمسه 4 ديال الاغ 4 ساعات و 45 مينيت ثم في المرحله الاخيره جوج ساعات و 30 مينيت 30 إذا دابا السؤال شحال المجموع؟ إذا هنا غادي نديرو عملية الجمع، إذا عملية الجمع غادي نجمعو هادشي، إذا غادي نلقاو شحال ديال المينيت، غادي نلقاو شحال ديال الساعات، يلا عملية حسابية، 15 هنا، 10 ثم جوج ربعة هنا 8 11، إذا 100 يزيد واحد، لا غنجمعو كل وحدة على حيلة، إذا 110 المينيت. دابا غنجمعو الساعات بعضياتهم داك الواحد ما محسوبش 3 5 11 اذا 11 ساعة دابا هنا شنو بلاتي مازال خصنا واحد العملية هنا حنا كنعرفو بأن خصنا نحولو منخليوش حنا 110 هاد المينيت خصنا ديما المينيت تكون قل من 60 حتى 60 ما تكونش 60 في الزمن حتى 60 ما خصهاش تكون اذا دابا هنايا شنو غادي ندير عندنا 11 ساعة 110 ديال المينيت شنو هي؟ هي 60 مينيت زائد 50 مينيت هذه غادي نحولوها ساعة شحال غتولي لنا ديك الساعة؟ 12 غتولي لنا 12 ساعة هذه ساعة هذه دابا ما تبقاش مينيت غادي تولي ساعة ونزيدوها على 11 ساعة تعطينا 12 ساعة و 50 مينيت إذا هذه هي المدة الزمنية المستغرقة خلال أربع مراحل جوج ساعات و 50 مينيت اثناشر ساعة ونكون قد انتهينا من هذا الدرس المتعلق بالزمن رقم واحد من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي.